في ساعات الليل وتحت جنح الظلام وبحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، اقتحم مستوطنون متطرفون بناية سكنية تعود لعائلة الزعتري قرب الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وذلك لتهويد المنطقة واحتلال منازلها وطرد المواطنين الفلسطينيين من أملاكهم. البناية تتكون من 5 منازل، يدعي المستوطنون أنهم قاموا بشرائها من أصحابها، الأمر الذي نفته العائلة واعتبرته سرقة وتزويرا للحقائق بدافع السيطرة على المنازل الفلسطينية وتهويدها. طبعا حاسين بالظلم والقهر، لأنه هذا بيت بجوار الحرم الإبراهيمي وبين بيوت العرب ومنطقة يعني كلها للفلسطينيين، في خطورة لتهويد المنطقة. يعني إحنا مش بس خايفين على ملكنا الخاص، إحنا خايفين على تهويد المنطقة بشكل عام. وكانت المحكمة الإسرائيلية قد أصدرت قرارا يقضي بإخلاء المستوطنين من المنزل قبل 2 عامين لعدم إثبات المستوطنين حق ملكية المنزل بعد اقتحامه بحجة شرائه، إلا أنهم لم يستجيبوا لقرار المحكمة بسبب الدعم المقدم لهم من قبل حكومة الاحتلال اليمينية. يقومون بكل أعمال العربدة الهمجية ويستبيحون العقارات، يستبيحون الأراضي، يستبيحون كل حقوق المواطنين في هذه المنطقة دون حسيب ولا رقيب. حتى الحكومة الإسرائيلية تعمل على توفير الغطايا لهم، تعمل على توفير تأمين دخول المنازل واقتحام المباني واستباحة ملكيات الفلسطينيين. وتسعى جماعات استيطانية متطرفة لاقتحام المنازل الفلسطينية للتأكيد على يهودية مدينة الخليل على حد قولهم لتوسيع رقعة الاستيطان في المدينة، في الوقت الذي يرفض فيه المواطنون الفلسطينيون التخلي عن منازلهم وأملاكهم لصالح المستوطنين. بين ليلة وضحاها تحول هذا المنزل الفلسطيني إلى منزل يسكنه المستوطنون المتطرفون دون النظر إلى حق الفلسطينيين بملكية منزلهم والعيش في أمان بعيدا عن الاعتداءات اليومية المتكررة. رائد الشريف الغد، الخليل، فلسطين.